النهارده هفسحكم حته فسحه يا اولاد. حته فسحه ما اتفسحتهاش قبل كده. هوديكوا فين؟ النهارده هوديكوا حته جنينه. ربنا يخليك لنا يا ابو البنات. ربنا يخليك لنا يا بابا. ربنا يخليك لنا يا بابا. ده انتوا يا عيال وش السعد. ربنا يخليك لنا يا بابا. ده انتوا يا عيال وش السعد عليا. ربنا يخليك لنا يا بابا. تعالوا يلا ورايا. استنوا اقفوا بقى اقفوا بقى. ماشي. لا الجنيه دي فيها بواب. خد يلا هنا يلا. ولا بص على بعض تعالى هنا. تعال. في حاجة؟ عامل ايه؟ الحمد لله. بص بقى انا عايز اقول لك حاجة وهراضيك مرضية ما ترضيتهاش النهاردة قبل كده. ايه؟ انا النهاردة اخر اجازة من الشغل وعندي بنات التمن بنات عايز افسحهم فسحة جميلة. قول لي انهي جنينة هنا ما فيهاش بواب؟ انا عايز حتة ما فيهاش بواب. ايوه الله يفتح عليك وهراضيك مرضية. مرضية يالا. بس راضيني الأول. يالا قول يالا ما تخافش يالا بقول لك هراضيك انا اللي قلت لك. شايف العمارة دي؟ الجنينة بتاعتها كبيرة وما فيهاش بواب ولا حد بيك. فرحانين يا اولاد. استنى والله العظيم ما اخسرها فيك الفلوس. خد خد جنيه ونص مش خسارة فيك. ده عيالك. جنيه ونص. ايوه يالا. ده انا بمسح العربية بخمسة جنيه وبعشرة جنيه. هتيجي انت تديني جنيه ونص. خمسة جنيه امشي يا ده انا طول اليوم بجيب طلبات ب 10 جنيه امشي يا يلا بينا يا ولاد يا عم امشي يلا 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 بينا نفش الملايات. ماشي يلا. احلى حاجه بقى اللي انت كترتي ملايات النهارده. ايوه المره مرة فات اتزنقنا وجبنا ملايه واحده. يلا بينا. والله العظيم لقيت حته يوم يا عيال تحلفوا بيه. يا بنات دلعنا. مش هتغني لنا حاجه بقى؟ يا بنات يا بنات يا بنات واللي ما خلفش بنات ما يسمعش من الحنيه ولا دقش الحلويات. حلوه الايام في عينيا علشان خلفت بنيا ولا شفت الارض اتهزت ولا ملك الحيطه عليا. يلا يا عيال يلا يا عيال انت يا امنيه تقعدي هنا. يلا يا بابا خد يا بابا. هاتي يا حبيبتي وانت يا فروس اقعدي جنب امنيه هنا. يا غزل جنبها يا غزل يلا. يلا يا غزل. مكة جنبها يا مكة. حاضر يا بابا. بطة يلا جنبها. يا بطة يبقى حتة يوم. اعملوا درة كده يا عيال اعملوا درة يا عيال يلا. احنا مكبرين الملايات. جنبها 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 يلا ورا بعضه. هات يا حبيبتي يلا يلا جدعين. ده اقعدي هنا يا ست الكل انت يا وش السعد عليا. ربنا يخليك لينا يا ابو البنات. احلى يوم يوم ما اتعرفت عليك اقسم بالله. بص بقى يا عيال احنا الاول هنفطروا فطاره حلوه قوي 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 بقى كان نلعبوا ونيجوا نلعبوا استغماية. ربنا يخليك لينا يا بابا. يلا جبت عديت البرتقال وانت بتاخديه من عند راجل. عديته مع عددنا 8. خد يا بت برتقالتك. خد يا بت امسكي يا بت. خد خد يا حبيبتي. خدي. شكرا يا بابا. كل واحد برتقال. شكرا يا بابا. محدش ياخد بتاع اخته. شكرا يا بابا. خد يا حبيبتي يلا. مبسوطين يا اولاد. خدي بقى البرتقانه بتاعتك يا وش السعد عليا انت. ربنا يخليك ليا يا ابو البنات. يلا يا عيال كله يلا قولوا بسم الله الاول. بسم الله. كل واحد السندوتش بتاعه يلا. يلا كل السندوتش الاول كل السندوتش الاول. محدش يقشر البرتقانه. خدي خليه جنبك بدل يمكن تجوعي. يلا مبسوطين يا اولاد. ايوه يا اسعد يوم في حياتي اقسم بالله النهارده. ياه بحبكم يا عيال كده. واحنا كمان بنحبك يا
يلا بينا تعالوا انا هرجعوا لكم يلا وانتوا بتاكلوا. الواحد واقف مظبوط والاثنين بتبص عليه والاثنين بتبص عليه والاثنين بتبص عليه والثلاثة بسنتين والثلاثة بسنتين والأربعة اتنين واتنين والأربعة اتنين واتنين والخمسة كحكة بسكر والخمسة كحكة بسكر والستة واقفة تفكر والستة واقفة تفكر والسبعة بتبص لفوق والسبعة بتبص لفوق والثمانية تبص لتحت والثمانية تبص لتحت. بصوا بقى يا عيال كلوا وبعد كده تلعبوا قبل ما انا اريح شوية. تمام تمام. جايب معايا المخدة وعامل حسابي. بص يا ندى. نعم. لو اي حد من العيال تعبي عايز يريح جنب ريح. ماشي. وغطينا بالملاية. حاضر. كله بنات. ماشي يا ماما. يا ابني اهدى يا ابني بطل شقاوة يا ابني. ايه ده؟ امال انتوا مين؟ بتكلمني انا؟ اه بكلمك انت. احمد مين؟ يا احمد قوم كلم. ايه يا ام البنات؟ قوم. عارفه يوم ما بصحى الصبح كده واصطبح بوشك ده اهو ربنا يخليك ليا يوم المنى عليا ربنا يخليك ليا يا ابو البنات. انا فعلا اخترت صح والله اخترت صح. ايه روقان ده يا باشا؟ ايه روقان ده؟ ازيك يا استاذ عامل ايه؟ تعالى اتفضل معانا. بتعملوا ايه هنا يا ريس؟ انتوا السكان الجداد ولا ايه؟ احنا السكان الجداد. اه خد يا حبيبي اتفضل ما تتكسفش. انت بالك رايق وانت معاك العيال دي كلها؟ الواد ده مجنني وخلاني اشد في شعري. ازاي انت عايش كده يا استاذ؟ حبه يا استاذ حبه حب الحياه وحبه. بص الثمان بنات دولك. بص انا شايفني قاعد ازاي؟ قاعد في وسط عزوتي دول. عزوتي دول حبايب قلبي دول. يا ابني ما تقعد ساكت يا ابني. مالك في ايه؟ ايدك بتلعب ليه؟ شوف الراجل رايق ازاي ومعاه قد ايه. لكن انا معايا عيل واحد ومجنن امي. يا استاذ قول بسم الله ما شاء الله. يا احسدكوا على ايه يعني؟ تحسدني على ايه؟ ما انت نازل من ساعه من الصبح حسد 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 وبالك رايق وبالك رايق. اعوذ برب الفلق على بناتي. مبسوطين يا اولاد؟ اهم زي الفل اهو. يا بختك انت عايش عيشه ملوك والله. قول اعوذ برب الفلق. رايق رايق رايق. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. ماشي يلا قدامي. ده ماله الراجل ده؟ يا ابو البنات ده بيحسبنا من سكان العماره. ايوه انت مفكره ايه؟ انت مش شايفه الجلابيه بتاعتي عامله ازاي؟ والعيال برضه بسم الله الله اكبر عليهم كل واحد فيهم لابس جلابيه العيد. اه جدعين والله العظيم انا مبسوط بيك. ليه؟ غسل الهدوم ومنوراها شايفه ازاي؟ ايوه ومحمياهم كمان. مبسوطين يا اولاد؟ يلا قول ورايا. اتنين في اتنين باربعه. اتنين في اتنين باربعه. واتنين في تلاته بسته. واتنين في تلاته بسته. واتنين في اربعه بتمانيه. واتنين في اربعه بتمانيه. واتنين في خمسه بعشره. واتنين في خمسه بعشره. واتنين في سته باتناشر. واتنين في سته باتناشر. واتنين في سبعه باربعتاشر. واتنين في سبعه واتنين في تمانية بستاشر. واتنين في تمانية بستاشر. فطرتوا يا ولاد؟ مبسوطين يا ولاد؟ بس عارف احلى حاجة في سكان العمارة دول ايه؟ طيبين قوي يا خال. طيبين قوي. يابا احنا عايزين نلعب. قوموا العبوا يا ولاد. قوموا العبوا يا ولاد الجنينة بتاعتكم. يلا افتحي يا وردة يا عيال يلا. افتحي يا وردة افتحي يا وردة افتحي يا وردة وردة من هنا شوكولاتة وردة من هنا شوكولاتة وردة من هنا شوكولاتة وردة من هنا شوكولاتة. افتحي يا وردة افتحي.
ده انت كله حياتي والله. هما دولت يا مدام. خلاص يا كيمو امشي انت. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين اللي سمح لكم تخشوا تلعبوا هنا؟ بصراحة يا ست الكل والله ما حدش سمح لنا. أمال مين دخلكم هنا؟ أنا هشرح لك كل حاجة يا ست الكل. دلوقتي أنا عندي 8 بنات ونفسي أفسحهم. ها؟ وما لقيتش جنينة ومعيش فلوس أفسحهم في حتة أحسن من دي. طب حضرتك عارف إن دي جنينة خاصة ولا مش عارف؟ عارف يا ست الكل والله. وسكان العمارة اللي نزلوا هنا ممكن يبهدلوكم. والله العظيم أنا متأسف لك، لو عايزين ألم هلم وأمشي والله. بس أنا الثمان بنات دولت والله كان نفسهم يتفسحوا ويجروا ويلعبوا. قلنا نفرحوهم بس مش قصدنا أي حاجة. وأنا عامل بسيط والله. طب عشان خاطر بناتك الحلوين دول، هي أي نعم جنينة خاصة بس هسمح لك المرة دي إن أنتوا تلعبوا فيها براحتكم. بعد كده مش هينفع. ماشي ست الكل. ربنا يخليك يا ست الكل. شكرا يا مدام. شكرا يا مدام. العسل ربنا يخليهم. وعد يا ست الكل والله. وانا ماشي الجنينه دي كلها انا والعيال هنتلموا عليها ننضفوها احلى من الاول كمان. ماشي. وعد والله. اهم حاجه مبسوطين؟ مبسوطين. فرحانين. حضرتك اسمك ايه بقى عشان لو اي حد قال لي من السكان اقول له ام كذا اللي قعدت. ام تيتو. ام تيتو. ربنا يخليك يا ام تيتو. ام تيتو. ام تيتو. ام تيتو. ام تيتو. ربنا يخليك يا سلام. ربنا يخليك يا ام تيتو. ام تيتو. ام تيتو. هي ام الجلابيه برضه عامله شغل يا بت. بس شفت الولد اللي جابها؟ اللي انت اديته جنيه ونص. ده عيل رمه ما تمرش فيه الجنيه ونص. ليتك مديه. عارفه بقى يا ام البنات إيه؟ اللي تعمل معاه خير اول واحد يدوسك والله. صح. يابا عايزينك تلعب معايا. يلا بقى العبوا توت توت يا اولاد. توت توت اترز غن توت 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 اترز غن توت 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 اترز غن توت توت اترز غن توت 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 اترز غن توت توت اترز غن توت.